الآن بسم الله الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كنا في الجزء الاخير من الاصحاح الثالث من سفر الخروج، وجزء كبير من الاصحاح الرابع لغايه الايه 17 في سفر الخروج. ربنا أمر موسى أنه ياخد معاه مجموعة من شيوخ بني إسرائيل ويروحوا لملك مصر ويقولوا له أن الإله بتاعنا إله العبرانيين التقانا، هنمشي 3 أيام في البرية ونسبح للرب إلهنا. ولكن قال له يا موسى أنا عارف أن ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قوية، فأمد يدي وأضرب مصر بكل عجائبي التي أصنع فيها. هو كان يقصد أن يتمجد بكل آلهة المصريين، يعني هيهزق الآلهة الوثنية في 10 ضربات اللي هيعملها، وفيهم حاجات ترمز إلى الخلاص زي الفصح بقى اللي هي الضربة الأخيرة. وبعد كده ابتدى يديله شوية علامات لما قال له مش هيصدقوني ومش هيسمعولي، فقال له ارمي العصاية اللي في ايدك بقى التعبان، امسك ديلها. هو خاف وجري فمسك ديلها رجعت عصاية تاني. ما نقدرش نفصل الحدث ده عن موقف حصل قدام فرعون بعد كده، انه لما عمل الحركة دي قدام فرعون فقام جاب السحر المصريين فرموا العصيان بتاعتهم بقت تعابين هم كمان. بس في حاجة حصلت بقى، ان العصاية بتاعت موسى بلعت كل التعابين بتاعت سحرة المصريين، عشان يبان انه قوة الله اقوى من سحر الشياطين. بس الموقف ده يدل ان في سحر. في ناس يفتكروا ان السحر دي خرافة، لا في سحر، والسحرة ممكن يعملوا حاجات عجيبة جدا، خصوصا لو استخدموا السحر الاسود بتاع الشيطان. يعني ما فيش سحر ابيض، لانه كل السحر هو اعمال شيطانية. بس يعني في سحر مضر قوي بيسموه السحر الاسود، وسحر خداع اسمه السحر الابيض، لكن كله أعمال شيطانية نحن لا نسمح بها ولا نقبل. بس الأحسن حد يفتكر إنه السحر ده خرافة أو أساطير، لا، والشياطين بتعرف تعمل ألاعيب بتخدع بيها الناس. طبعا لما هيجي نهاية العالم الوحش هيعمل معجزات مريعة جدا، تكلمنا عنها في ساعة الهوى في برنامج إيماننا الأقدس بالتفصيل. كمان الموقف ده مرتبط بأن العصاية دي نفسها اللي هي عصا الرعاية كانت بترمز إلى الصليب. وفي كمان في البرية موسى رفع الحية في البرية وبقت الناس تبرأ اللي تنظر بإيمان إلى الحية دي اللي مرفوعة، لأنها كانت رمز للصليب. وبالعصاية دي موسى النبي شق البحر الأحمر وقفله تاني كده بعلامة الصليب. وعصا الرعاية اللي ممسكها الأب البطريرك أو الأب الأسقف في إيده، غير العصاية اللي بيخرج بيها بره الكنيسة، لكن عصا الرعاية هي الحية النحاسية على هيئة حية. يعني برضو فكرة الحية وعصا الرعاية موجودة. طب إيه السبب؟ السبب ان المسيح سمر الخطية بالصليب، يعني شال خطايا العالم وتسمر على الصليب وساب الخطية متسمرة ونزل وأمن بين الأموات. فالصليب
اللي متسمره عليه حيه دي بترمز الى اتمام الفداء بصليب المسيح، وان المسيح هزم الشيطان. ولذلك العصاية بتاعت موسى بلعت التعابين بتاعت سحرة المصريين. يعني لازم هنا نبقى متذكرين العلاقات اللي بين العصاية بتاعت الرعاية والحية، سواء في الموضوع الحية اللي رفعها موسى النبي في البرية، أو العلامة اللي ربنا اداها له ساعة ما أول مرة قال له ارمي العصاية في الأرض فبقت حية. لكن الشيطان أيضا اسمه الحية القديمة، والحية إذا كانت مرتبطة بالصليب فهي بترمز إلى هزيمة الشيطان بالصليب، هزيمة الشيطان. لما قال له دخل إيدك في عبك وطلعها طلعت برصة، البرص رمز للخطية، قال له دخلها تاني طلعت سليمة، فبرضه دي بتشير إلى أنه الخلاص هو للشفاء من الخطية. لذلك المسيح كان بيطهر البرص لما جه. أما أنه أخذ من مية النهر وقال له ابقى اعمل كده يعني واسكب على اليابسه فيصير الماء الذي تاخذه من النهر دما على اليابسه، هو ده بيشير الى انه الروح القدس في سر المعموديه بياخد من استحقاقات دم المسيح ويدينا. فمع ان احنا بنستحمى في ميه، لكن قال في سفر الرؤيا ان اللابسين الثياب البيض دول غسلوا ثيابهم في دم الحمل. طب ازاي واحد يغسل هدومه في دم وتطلع بيضاء ناصعه؟ لان هو المعموديه الحقيقه اللي بنغتسل فيها ونلبس ثوب العرس وناخد الطبيعه الجديده هي باستحقاقات دم المسيح. ولذلك لما انطعن المسيح بالحربة في جنبه جرى منه دم ومية مع بعض. الدم إشارة إلى الخلاص بدمه، والمية إشارة إلى الخلاص بالمعمودية. إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يعاين ملكوت الله. وبعدين جت بقى حتة ارسل بيد من ترسل وانا صخير الفم واللسان. دي شرحناها في الحلقه اللي فاتت، وعشان كده حمي غضب الرب على موسى واداله فرعون عشان قال له هو يكون لك فمن وانت تكون له الها سيدا يعني، وتاخذ في يدك هذه العصا التي تصنع بها الايات. ربنا لطيف خالص طويل الأناة، يعني شايف موسى مستعد يعمل كل حاجة ما عدا حتة الكلام دي. فبدل ما يرفضه خالص قال له لا خلاص، الحتة اللي انت مش قادر عليها أخلي فرعون يعملها لك. يعني ربنا بيكمل النقائص بتاعتنا او يجبر نقص ضعفنا. ما اقصدش ان واحد يعيش في الخطيه لا، لكن اقصد انه لما انسان بيحس ان هو امكانياته محدوده ربنا يقدر يكمل له الامكانيات دي وبرضه ما يخسروش او يستغنى عنه تماما. يعني ناخد مثل عملي، إذا كان واحد بيخدم في مدارس الأحد وبيكسف يروح يخبط على البيوت يفتقد الأولاد، فربنا يبعت له زميل في الفصل بتاعه يفتقد الأولاد وهو يحضر الدروس ويقولها، وربنا مديله موهبة إنه ممكن يحضر الدرس.
فطبعا مش معناها ان هو بيتكسف يفتقد، ان احنا نرفده من الخدمة وناخد درس من معاملة ربنا مع موسى، انه النقطة اللي هو شعر انه هو مش قادر عليها فجاب له حد يعملها له. يعني معناها ان المفروض برضو ان احنا ما نحملش الناس فوق طاقتهم. شددوا الايادي المسترخية والرخب المخلعة لكي لا يعتسف الأعرج بل بالحري يشفى. وبولس الرسول قال إن في مواهب متنوعة في الكنيسة، وقال هل العين بتقول للإيد أنت مش من الجسد لأنك ما أنتيش عين؟ طب ما العين بتشوف والإيد بتاخد، يعني بتمسك. فلا العين تستغنى عن الإيد ولا الإيد تستغنى عن العين. فمن هنا نحس برضو إنه الكنيسة المفروض الأعضاء اللي في الكنيسة يكملوا بعض. ابنوا أحدكم الآخر كما تفعلون أيضا. واحد موهوب في الألحان نديله فرصة، واحد موهوب في الوعظ نديله فرصة. فلو كان واحد حاسس انه مش هيعرف يقول ألحان لكن بيقدر يوعظ، نستفيد بموهبة الوعظ اللي عنده. في واحد ممكن يعمل دراسات مكتوبة لكن ما يقدرش يقولها قدام الناس، نخليه يعمل الدراسات المكتوبة وغيره يتكلم. يعني واحد يجهز والتاني يتكلم. عشان كده قال له هو يكلم الشعب عنك، أنا أكون مع فمك ومع فمه أعلمكما ماذا تصنعان. هو يكلم الشعب عنك وهو يكون لك فما وأنت تكون له إله سيدا. يعني بعد كده بيقول في نفس الإصحاح فمضى موسى ورجع إلى يسرون حميه وقال له أنا أذهب وأرجع إلى إخوتي الذين في مصر لأرى هل هم بعد أحياء. فقال يثرون لموسى اذهب بالسلام. خد معاه مراته وعياله برضه. يعني يثرون كان رجل طيب وحكيم. وبعد كده موسى قابله وهو خارج بالشعب وقال له نصايح برضه مفيدة، كاهن مدين. ولو انه لم يذكر عن يثرون اصله ايه وفصله ايه، لكن من سياق السفر نحس انه كان يؤمن بالله اله موسى. وقال الرب لموسى في مديان اذهب وارجع الى مصر، دي الايه 19، لانه قد مات جميع الذين كانوا يطلبون نفسك. بتفكرنا بالعباره اللي قالها قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي اللي قالها الملاك ليوسف خطيب السيدة العذراء. فأخذ موسى امرأته وبنيه وأركبهم على الحمير ورجع إلى أرض مصر. وأخذ موسى عصا الله في يده، ابتدى يبقى اسمها عصا الله، مش عصا بمعنى العصيان، لا عصاية يعني عكاز. وقال الرب لموسى عندما تذهب لترجع إلى مصر انظر جميع العجائب التي جعلتها في يدك واصنعها قدام فرعون، ولكني أشدد قلبه حتى لا يطلق الشعب. فتقول لفرعون هكذا يقول الرب إسرائيل ابني البكر، فقلت لك اطلق ابني ليعبدني فأبيت أن تطلقه، ها أنا أقتل ابنك البكر. وفعلا ده حصل لما ربنا في الضربة الأخيرة ضرب الأبكار المصريين ومن ضمنهم البكر بتاع فرعون يعني ولي العهد. وحدث في الطريق في المنزل أن الرب التقاه وطلب أن يقتله، فأخذت صفورة صوانة وقطعت غرلة ابنها ومست رجليه فقالت إنك عريس دم لي، فانفك عنه. حينئذ قالت عريس دم من أجل الختان. الوقعة بتاعت صفورة والختان
احنا عارفين ان كان في عهد بين ربنا وابراهيم انه لازم يختتن كل ابن ذكر من اولاده، دي علامة العهد اللي هي رمز للمعمودية. وهما في الطريق يظهر ابنها اللي كان لسه ما تختنش، كانت هي مكسلة تختنه او بتشفق عليه، صفورة، وموسى ما قدرش عليها او ما رضاش يزعلها. فهما في الطريق حصلت الواقعة دي، ربنا كان هيقتل موسى النبي، فصفورة فهمت ربنا زعلان ليه، ويظهر ان موسى نفسه كان قايل لها كده ربنا هيزعل، فأخذت صوانة وقطعت غرلة ابنها ومست رجليه، فقالت إنك عريس دم لي، فانفك عنه. حينئذ قالت عريس دم من أجل الختان. هي طبعا مست رجلين موسى النبي مش رجلين ابنها، لأن ابنها ما هو شر دم، خلاص هي تمس رجليه بالدم ليه؟ فبتقول لموسى انت عريس دم لي، بتقول لموسى انت عريس دم لي، لان هنا موسى كان رمز للمسيح، فالعرس بين المسيح والكنيسة كان هو بسفك دم السيد المسيح. فعبارة انت عريس دم لي ده عبارة نبوية ما نقدرش نتجاوزها، وفعلا بنقول المسيح اشترى الكنيسة بدمه، والمهر اللي قدمه للكنيسة هو دمه الثمين اللي سفك على الصليب. إنك عريس دم لي، عريس دم. فيقول فانفك عنه، فك عنه، وفعلا بدم المسيح انفك الصك الذي كان علينا، انفك الهلاك الأبدي، انفك شبح الموت، الموت الأبدي، والختان هو طبعا رمز للمعمودية، فيبقى أنت عريس دم لي من أجل الختان، لأن زي ما قلنا برضو العلاقة بين المعمودية وبين دم المسيح، غسلوا ثيابهم في دم الحمل، والثياب بيضة لابسين ثياب بيضة، غسلوا ثيابهم في دم الحمل، لأنه المعمودية هي اللي بتغسل الإنسان من الخطية الجدية ومن الخطايا الفعلية. وقال الرب لهارون اذهب إلى البرية لاستقبال موسى، فذهب والتقاه في جبل الله وقبله. هو نفسه ربنا قال لموسى قبل كده أنه هيفرح هارون لما انت هتقابله، وقال له كده انا اعلم انه هو يتكلم، وايضا ها هو خارج لاستقبالك، فحينما يراك يفرح قلبه. فزي ما ربنا قال له حصل. فاخبر موسى هارون بجميع كلام الرب الذي ارسله وبكل الايات التي اوصاه بها. الشيء الجميل هنا ان بيقول قال الرب لهارون اذهب الى البرية لاستقبال موسى. شيء عجيب جدا ان هارون وصل لغاية جبل حوريب، لانه بيقول ايه والتقاه في جبل الله. جبل الله هو جبل حوريب، فكان موسى لسه قريب، يعني هو خرج من بيت حماه ومشي في البرية شوية، ووصل للحتة اللي ظهر له فيها المسيح في نار في العليق. في نفس المكان ده لما وصل هناك كان هارون خد خبر من ربنا ووصل لغاية المكان ده، فيقول له التقاه في جبل الله وقبله. وكأن ربنا رتب اللقاء ده في المكان ده بالذات عشان يبقى بداية
العمل زي ما ربنا وعد موسى. قال له أنا هخلي هارون يقابلك وهخليه يتكلم معاك زي ما أنت عايز. فأخبر موسى هارون بجميع كلام الرب الذي أرسله وبكل الآيات التي أوصاه بها. ثم مضى موسى وهارون وجمع جميع شيوخ إسرائيل، فتكلم هارون بجميع الكلام الذي كلم الرب موسى به وصنع الآيات أمام عيون الشعب. موسى اللي صنعها طبعا. فآمن الشعب، ولما سمعوا أن الرب افتقد بني إسرائيل وأنه نظر مذلتهم خروا وسجدوا. ولإلهنا المجد دائما أبديا.